بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم، كتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليكم انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء الا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم، ولا يؤوده حفظهما العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور الظلمات أصحاب النار فيها خالدون، لله ما في السماوات وما في الأرض، لتبدوا أنفسكم ما تخفوا حاسبكم بالله، يفر من يشاء ويعدي من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصر القوم الكافرين، آمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الليل والنهار يطلبوا حديثه، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ودعوا ربكم تضرعون خفية.